كثرنا على الحكومه نذب الدراجه ونشرد. اه بلي حتى سهوله التنقل تستعملون الدراجات الناريه. بلي بلي. كم شخص انتم مطلعون السنه؟ تقريبا 5 اشخاص. ايه وعلى هاي الحاله فنعمل لهم الطريق. ليش يعني ليش هذا العدد ليش يطلع يسلم الكريستال ويرجع؟ ايه على مود خاف تصير شغلات مثلا على اساس من الحكومه دوله وكذا، هاي عم نتضارب وياهم. تضاربون؟ بلي. دائما انتم مسلحين؟ دائما مسلحين. شنو الاسلحه يعني؟ سلاح من البي كي سي ورشاش ومسدسات. شلون الواحد صاعد على دراجه يعني يشيل بي كي سي؟ انت مثلا لا بالشارع العام شلون؟ بلي بلي. لا لا هذا جماعه يظلون مرابطين بمكان. يعني التسليم مالتك بيا مناطق يصير بالاحياء بالبساتين؟ لا لا اكثر شيء يصير على الشارع العام بجهه شيء فارغ، يعني لا سيطره ولا شيء مثلا الى الحكومه نوصل لها. يصير التسليم؟ بلي. زين المواد تدخل لكم؟ ايه. شلون تدخل لكم؟ وين تنخفي؟ وين تتجمعون تستلمون المواد؟ ايه الاشخاص اللي طببوها لكم؟ الاشخاص اللي طببونا هم صاحبين خبره هاي، فيجيبونها بطريق السياره مالتهم بالبيبان. ايه. ويصير التسليم يعني مكان مأمن بعيد عن الحكومه يعني المكان يتأمن يلا يصير التسليم. بلي بلي. قد تستمر العملية تخططوا لها حتى تدخل المواد وتوصل لكم؟ نفس اليوم يومين ثلاثة؟